ان شاء الله احنا راح نكون دائما اي شيء جديد راح يكون داخل هذا الصالون من اوائل الناس الموجوده بتركيا ان شاء الله. شكرا لك. احنا اليوم دائما الاب الروحي تاعنا اخي جمال. الله يسعدك يا رب وكل دعوه. زائد انه احنا عن جد مبسوطين انه منار طبعا دائما حبينا نكون اليوم بالفرحه بتاعتنا. انا ما بعتبر فرحتي بعتبر فرحتي انا. ما شاء الله عليك. لانه فعلا هي تستحق. نعم. إنسانة متقدمة وبتحب التقدم في الفعاليات ودائما كنا نلاحظ إنه هي من خلال أي فعالية تكون بأي منطقة نلاقيها من أوائل الناس اللي هي تحب كمان تشارك تحب كمان تساعد. هذا الحكي مش موجود دائما. هذا الصالون إحنا متوقعين له حدث كبير داخل بوركلا وإن شاء الله راح نسمع منك أخبار حلوة يعني نرجع منك خلال نظرة بوركلا وإحنا كشركات إحنا مستعدين ندعمك باللي بدك إياه. اليوم انا و مع شركه العلاء طبعا احنا مجموعه انا وعلاء وتامر اصحاب شركه العلاء للتجميل. اليوم عندنا مواد لنا خاصه احنا حبينا من خلالها مهنيين احنا مهنيين مش تجار. احنا حبينا اليوم نحكي عن مواد طبيعيه نحكي عن مواد فعلا تستحق انه هي ينحكى عنها رائعه مش لانه احنا جايبينها لانه هي استعملت من مواد طبيعيه مصنوعه من البردان والليمون. اول شيء هي علاجيه لاي شعر اي حاله مشاكل بالشعر التعبان او التالف او الشعر المصبوغ او في تساقط او اي مشكله عندنا اليوم حلها بسيط. اليوم احنا حابين ننقي خير الكلام ما قل ودل انه احنا نجيب منتجات مختصره لجميع مشاكل الشعر. احنا اليوم بدناش نيجي نحكي عن منتجاتنا لانها هي عظيمه جدا فعلا هي تستحق عالميا هذا الحكي. اليوم فيها شهادات عالميه. احنا عملنا اكثر من اختبار لهذا المنتج. هذا المنتج اللي هو البي كي. اليوم البي كي شركه عالميه معروفه عالميا. اليوم وظيفتها انه هي انها تملس الشعر وظيفتها انها تعالج الشعر انها تعطي لمعه على الشعر حتى مهما كانت الشعر مصبوغ او متساقط او 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 الى اخره. اليوم في عندنا حالات كثير عملناها على مستوى فلسطين. اليوم عملنا يوم دراسي كان بطول كرم بجنين برام الله بجميع تقريبا احياء الضفه حتى بالخليل. احنا طلعنا على الخليل وعملنا ايام دراسيه فيها والكل كان مبسوط فيها والحمد لله عم تعطي نتيجه ممتازه 100%. زائد اليوم انا بدي احكي عن شغله مهمه جدا بالنسبه كشركه اللكسوري اللي هي صبغة. احنا كتير بنعاني من الوان الاش والجرين والشيب والمشاكل اللي هي المعروفة بالصالونات. مواضيعنا صارت سهلة جدا مواضيعنا صارت فيها احتراف لانه الشركة هاي من خلال هي عملت لنا اختصار لكل اللي احنا بدنا اياه اعطتنا كل المواد اللي بدنا اياها بقلب كتالوج واحد وفعلا هي جاي بتقولنا انه انا كشركه ما بدنا نتعلم احنا بدنا نشتغل باحتراف. اليوم المواد اللي فيها الالوان اللي فيها كمان رائعه جدا. اليوم كمان عندنا شغلات للازرق تمام. عندنا الشامبو عندنا اي شيء بدكم اياه احنا جاهزين لاي سؤال بدكم اياه احنا جاهزين. أهلا وسهلا فيكم. طبعا احنا اليوم متواجدين بافتتاح صالون ومركز اختنا العزيزة منار غضبان. طبعا ما شاء الله عليه شفتوا طبعا المركز تصميمه وتربيده فاحنا كنقابة طبعا بنشد على ايدها ونتمنى لها التوفيق ان شاء الله. وكل نقابة طبعا راح تبدها بكل المعنويات اللي هي تسمح لها بالانطلاق بهذا الصالون. وشكرا لأخونا هشام شكرا لشركة العلا لمستحضرة التجميل ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله تعالى. شكرا لكم. اليوم تم الافتتاح رسميا للصالون. أنا هنا الصالون عانيت فيه أني
معنية فيه أنه يكون عندي أكثر من خدمة لزبونة. قسمته بتقسيمات كتير حلوة، أنه يكون عندي غرفة عروس، غرفة بشرة، غرفة صالة شعر، اللي هو الريسبشن، وطبعاً الخدمات الذاتية اللي كل زبونة بتقدر تقدم خدمتها من حالها. طبعاً كل الشكر والاحترام لنقابتنا جمال بدران اللي وقف معي ستيب باي ستيب للمشروع هذا. طبعاً الفضل الأول والأخير بيرجع لأهلي، وأهلا وسهلا فيكم، شكراً كتير كتير لكم، الله يسعدكم. طبعاً إحنا دعمناها عشان تفتح هذا الصالون المركز، إن شاء الله أنه بكون بداية خير وبتعلم ناس زي ما هي أخذت وتعلمت وتخدم شعبها في هذا المجال، وإن شاء الله تكون موفقة بشغلها بحياتها. إحنا معاها والجميع معاها، والله يوفقها، ومشكورين وشكرا كثير لكم بدعمكم وتواصلكم معنا بتلفزيون السلام، وأهلا وسهلا فيكم.